بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تكامل بيقول دي اكس على جذر التربيع دي اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 13. تعال نشوف المقام دون نتصرف معاه ازاي. اول حاجة هاخد الجذر التربيع دي اكس تربيع اكس ونص معامل الاكس اللي هو ناقص 2 واعمل له نص 2. لما فكه يدينا اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 4. طيب هنا 4 وهنا 13، يبقى لازم نضيف هنا كام؟ 9. يبقى التكامل، يبقى عندي تكامل دي اكس على الجذر التربيعي اللي هو اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 13، هيبقى تكامل دي اكس على الجذر التربيعي الاكس ناقص 2 كل تربيع زائد 9. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد ان الاكس ناقص 2 نسميها بتلاتة تان سيتا، واعمل عندي المثلث بتاعي ادي المثلث القائم. انا عندي التان، ادي السيتا، التان سيتا هتساوي المقابل على الوتر، يعني اكس ناقص 2 على 3. هو عندنا الوتر لما ربع دي 1 ان هو اكس ناقص 2 كل تربيع زائد 3 تربيع، هيدينا هو اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد كام؟ 13. هفاضل هنا الدي اكس هتساوي 3 تفاضل التان بسك تربيع سيتا دي سيتا. نعوض عندي في المعادلة، يبقى تكامل الدي اكس تبقى 3 سك تربيع سيتا في الدي سيتا على الجذر التربيعي اكس تربيع اكس ناقص 2 كل تربيع تبقى 9 تان تربيع سيتا زائد 9. هاخد التسعة مشترك بره، يبقى عندي 3 سيك تربيع سيتا دي سيتا على 3 الجذر التربيعي، يبقى عندنا في هنا تان تربيع سيتا زائد كام؟ 1. التلاتة تروح مع التلاتة، تان زائد 1 هي بسك تربيع دي تحت الجذر تدينا سك، يعني هيتبقى لنا هنا تكامل سك تربيع سيتا دي سيتا على كام؟ سك سيتا. التربيع هتروح مع السك، يبقى لي بس ايه؟ تكامل سيك سيتا دي سيتا، وتكامل السيك سيتا ب لين سيك سيتا زائد تان سيتا زائد ثابت. واللي ما يعرفش تكامل السيك انا عملتها قبل كده في فيديو ممكن يتفرج عليها. يبقى عندي اللين سيك سيتا جذر التربيعي اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 13 على 3 زائد التان بكام؟ اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 2 على 3 زائد ثابت. ممكن اقول جاي لين الجذر التربيعي لإكس تربيع ناقص 4 إكس زائد 13 زائد إكس ناقص 2 لكله على 3 زائد الثابت، وهو ده الحل النهائي بتاعي. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد.